أهلا وسهلا بكم. يتوجه مجلس الشورى لحسم الجدل حول المادة 55 من نظام العمل بالتصويت عن المقترحات التي وضعتها وزارة العمل. طبعا هذه أثارت حفيظة المعارضين لأنه ممكن هذا التعديل يتسبب في تهديد حقيقي للأمان الوظيفي، خصوصا أنه النظام حاسم في موضوع قرار الفصل، ويمكن هذا في نماذج عالمية حاكتها وزارة العمل، لكن في ناس تحتج ممكن أيضا تستغل استغلال غير قانوني من بعض ملاك الشركات أو رجال الأعمال. خلونا نشوف هذا التقرير لزميلي عزام الخديدي ثم نعود للنقاش بعد ذلك. ربما ستتغير العلاقة بين أرباب العمل وموظفيهم من السعوديين بعد أن يقر مجلس الشورى الاقتراحات المقدمة له من وزارة العمل والقاضية بتعديل المادة 55 من نظام العمل لتنص على أن يكون العقد بين الموظف وصاحب العمل محدد المدة يتم تجديده سنويا بدلا من تجديده تلقائيا بعد مرور 3 سنوات كما هو معمول به الآن. أرى أن التعديل ينبغي أن يشمل عددا أوسع من المواد التي تحكم العلاقة الدقيقة وانفكاك هذه العلاقة، حتى يعني لا يطغى أحد الطرفين على الطرف الآخر. خطوة يرى البعض أنها ستسهم في نفور الشبان والشابات من العمل في القطاع الخاص، خصوصا وأنها تمنح صاحب العمل قوة تفاوضية أكبر، كما أنها تقلل من الشعور بالأمان الوظيفي وربما تتحول إلى ذريعة للفصل التعسفي كما يرون. نظام العمل وهو الذي كان يمثل درع وقاية وحماية لي كافة العاملين تحت مظلتي بالذات للسعوديين، الآن طبعا يصبح هؤلاء ينتبههم قدر من القلق، قدر بالغ من القلق، نتيجة أنه احتمالات يعني تغير صاحب العمل أو تغير مدير مباشر قد ينهي علاقة العمل بقرار منه بمجرد انتهاء السنة التعاقدية. وفي السياق ذاته سيناقش مجلس الشورى تحديد ساعات العمل بأربعين ساعة أسبوعيا بمعدل 8 ساعات يوميا، وأن تكون العطلة الأسبوعية يومين. وتأتي هذه التعديلات في سياق سعي وزارة العمل إلى زيادة مساحة التوطين ومساهمة القطاع الخاص في تقليل نسبة البطالة. عزام الخديدي لبرنامج ياهلا جدة. طيب شكرا يا عزام. لمناقشة هذا الموضوع سنرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ داود المقرن وهو مدير عام مركز المستشار. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أيضا راح ينضم لنا هاتفيا الدكتور محمد الناجي وهو عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الموارد البشرية. للوضح عزام في التقرير تفاصيل أكثر، لكن ودي أيضا مع الأستاذ داود. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. هذا القرار في ناس كثير من رجال الأعمال وملاك الشركات يقولون في مشكلة عند السعودي وفيما يتعلق بالأداء العملي، وأنه مشكلة الجزء من مشكلة السعودة أنه ما يبغون يتورطون في واحد يكون أداؤه سلبي. هو يقول من أول أعطني قانون أقدر أنا أفصل فيه الغير جيد أو أني أكرم الجيد، فأنت معه أو ضد؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا راح أتكلم من واقع تجربة. أنا بدأت في العمل في القطاع الخاص كموظف، فأصبحت مدير لمنظمة لشركة، والآن أنا أملك منظمة. نعم. صاحب منشأة. هذا القرار الحقيقة من صالحي أنا كصاحب منظمة، لأنه متى ما رأيت أن هذا الموظف غير جيد أقدر أنا أستغني عنه مباشرة، لكن لما يكون الموضوع موضوع وطن، موضوع مواطن، فإن المصلحة العامة كما يقول الفقهاء المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. اليوم يعني أنا وزارة العمل ما أدري الحقيقة بأي عقلية تعمل، هي تعاني من مشكلة عزوف الشباب في التوجه إلى القطاع الخاص. أهم هذه الأسباب أنه القطاع الخاص لا يوجد لديه استقرار وظيفي. هذه المادة لو اعتمدت ستزيد الطين بلة، وبالتالي سيكون الاستقرار
الوظيفي شبه معدوم في الأول، الآن سيكون معدوم نهائيا. أيضا لها عدة اعتبارات أو عدة أخطاء في هذه المادة فيما لو أقرت. أولا زي ما ذكرتم في التقرير أنه ما في استقرار وظيفي. الجهة الثانية الموظف غالبا يحتاج إلى اقتراض، فلما يكون عقدك سنوي مع هذه المنظمة مع هذه الشركة، جهات التمويل والبنوك ما يتشجعون على إقراضك، وبالتالي أنا حرمت من فرصة تعديل. أيضا حرمت من مكافأة نهاية الخدمة، لأنه الموظف القطاع الخاص في نهاية العمل بعد ما يخدم 10 سنوات 20 سنة 15 سنة له حسبة معينة تسمى مكافأة نهاية الخدمة لما يأتي يستقيل. أضف على ذلك راح تكون فيه المحسوبيات سواء في تجديد العقود، أتكلم عن الشركات المساهمة. الآن الدولة في وزارة التجارة متمثلة في وزارة التجارة تحارب الارتجالية في القرارات، وبالتالي هي تسعى في تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة للحد من الارتجالية. وزارة العمل كأنها تقول أنا سأكون ضد وزارة التجارة، وبالتالي هي في اعتمادها أو في طلبها من مجلس الشورى أن يعتمد هذه المادة ستزيد من عملية الارتجالية في القرارات. أما قضية والله أنا ممكن أنا أوظف سعودي وبعد فترة يدل أو يكون أداؤه ضعيف، فهذه مردود عليهم بالنظام نفسه، لأنه أول شيء أعطاك فرصة 3 سنوات. خلال 3 سنوات تستطيع أنت كصاحب منشأة أنك تعرف هذا الموظف جيد أو لا، يعني تستطيع أنك تختبره في 3 شهور في 6 شهور، فما بالك ب3 سنوات. فإذا عندك شك في الرجل فبإمكانك أنت يعني تنهي خدماته خلال 3 سنوات. اي بس الان انت لما بعد 3 سنوات يصير العقد طول العمر. اذا انا اداء الموظف هذا كان جيد عندي وفجاه ضمن انه ما راح يفصل، وبعدين اثر على الشركه اللي يشغل فيها، ليش ما يكون من حق هذا انه يفصل السيء؟ لا، هذا حقه طال عمرك في الموارد البشريه في نفس المنظمه، في علم الاداره، في علم التحفيز، علم التشجيع، فيه نقطة المقاومة أيضا. هذا الإنسان تحول من إيجابي إلى سلبي، أدرسه نفسيا حتى ليش تحول إلى سلبي، ما هو بالطاقة. يعني الشخص لما يعمل في قطاع الخاص يضع في اعتباره أنه كل ما جد وكل ما اجتهد ستأتيه المكافآت وستأتيه البونص وسيأتيه زيادة الراتب، فما الذي جعله؟ ليس فقط الاستقرار الوظيفي، لأنه حتى المجدين، يعني أنا أعتبر الموظف في القطاع الخاص كالزهرة التي إذا لم يقطفها صاحب المنظمة أو صاحب الحديقة سيقطفها آخرين، الجيران ممكن يأتون ويقطفون هذه الوردة أو الزهرة، فأنا إذا ما حافظت على الكفاءات عندي سيتجهون إلى الآخرين. لكن السيء لماذا تحول فجأة من خلال 3 سنوات أنه مجد إلى سيء؟ فممكن يكون في تعامل في الإدارة، ما حد يرضى أنه يكون كسول وهو طول 3 سنوات هو جالس معك يشتغل بجدية ويشتغل بنشاط. في خطأ كبير إذا اعتمدت هذه المادة، وهي تدني مستوى الدخل لدى الفرد. فليس بالضرورة أن اليوم واحد تنتهي خدماته يوم الأحد تجده يوم الأثنين محصل له عمل مباشرة، فبعضهم ممكن يجلس له شهر، يجلس اسبوعين. طيب، يجلس شهرين. نعم، خلني بس معي الدكتور محمد الناجي. الدكتور محمد هو عضو مجلس الشورى وايضا رئيس لجنه الموارد البشريه. دكتور محمد، من خلال يعني خبرتك ويعني معرفتك بالاعضاء، هل هم مع هذه مع التوصيه سيصوتون لها ام انها يعني ما راح احد يتفاعل معها؟ حياك الله أخوي علي وأيضا لضيوفك الأعزاء والمشاهدين. الحقيقة أود أن أقول في البداية بأن التعديلات هي على نظام العمل، هي ليست على المادة 55، ولكن هناك مجموعة من التعديلات يمكن وصلت إلى 40 تعديل على من ضمنها المادة 55 ومن ضمنها المادة 52 و53 و54، خاصة هذه المواد 52 و53 و54 و55 يعني لها علاقة بالتعاقد بين رب العمل وبين العامل. وجهة النظر اللي سمعتها من ضيفك قبل قليل
وايضا سمعناها ايضا من 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 الموظفين او من العمال ايضا مقدره ومتوخذه في الاعتبار. الامن الوظيفي مهم جدا للموظف حتى تزيد انتاجيته. بس اللي بقوله ان هذه التعديلات على نظام العمل واعاده يعني دراسه بعض هذه المواد، الهدف الاساسي منها هو ايجاد بيئه مناسبه جاذبه للشاب السعودي، وايضا تساهم في توظيف الشاب السعودي وتكافح البطاله او يعني تقضي على البطاله. هذا هو الهدف الاساسي من 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 هذه التعديلات. طيب بس المجلس رفضوا في المناقشه الاولى دكتور. هو لما عرضت طبعا على المجلس هناك وجهه نظر مؤيده وهناك وجهه نظر معارضه على 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 الماده هذه وايضا مجمل المواد الاخرى، واللجنه تدرس يعني وجهات نظر الاعضاء، وايضا سبق واستضاف المجلس المعنيين بهذه القضيه من ارباب العمل، من اللجان العماليه، من الغرف التجاريه، من وزاره العمل، يعني حتى تتكون رؤيه فعلا واضحه وتخدم فعلا هذه التعديلات. اللي ابغى اشير اليه انه فعلا إن الشيء اللي منصوص فيه في 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 بدايه هذه التعديلات انه ما تاخذ هذه التعديلات على نظام العمل ميزه كان يتمتع بها الموظف السعودي او الموظف في القطاع الخاص سابقا. يعني هذه التعديلات هي فعلا بتكون اضافات لما هو لجذب الموظف السعودي لبيئه العمل. بس انا ودي بس اقول نقطه معينه، ان نقول الامن الوظيفي فعلا مهم جدا، وايضا هذه التعديلات يجب انها تساهم في ايجاد بيئه عمل مناسبه لزياده الانتاجيه. يعني القضيه الاساسيه عندنا هنا هي رضا الموظف وزياده انتاجيته. رضا الموظف هو يهم الموظف نفسه، فعلا الموظف يجب يكون راضي عن عمله، يشعر انه مطمئن في عمله، انه امن في عمله، انه راح يترقى في عمله، ولكن ايضا صاحب العمل يرغب ايضا من هذا الموظف ان انتاجيته ترتفع. إذا ارتفعت إنتاجية الموظف وكان راضي عن عمله، من هنا تنعكس هذه كلها بإيجابية كبيرة على الموظف نفسه كفرد من أفراد هذه المجتمع والمجتمع بكامل. يعني هذه هي الفلسفة اللي خلف هذه التعديلات. طبعا لم يتبنى الآن يعني أي تعديل محدد، لا زالت القضية تحت الدراسة، ولكن أنا أعتقد بأن الموظف السعودي أو الموظف أيا كان الذي يمتلك الخبرة والمعرفة والمهارة هو الذي بيكون الطرف الأقوى في المعادلة بين رب العمل وبين العامل. أرباب طيب. العمل يبحثون عن الموظف اللي عنده خبرة وعنده مهارة، وهم اللي يجون وراء أكثر من الموظف نفسه. أما إذا كان لا يمتلك هذه الخبرة ولا هذه المهارة فعلا بيكون في موقف ضعيف. لذلك تجد هناك فعلا من التعديلات اللي في نظام العمل في بعض المواد فعلا تسعى من زيادة تدريب الموظفين السعوديين، وأيضا هناك مواد أخرى تتعلق بالإجازات يعني فعلا عدد من المواد فعلا يعني بمجملها فعلا توجد بيئة مناسبة للموظف السعودي. ومن ضمنها هذه المادة 55 التي لم يحسن فعلا. أنا أعتقد أنه إذا 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 كان هناك توجه إلى أنه أن المسألة أنه ما يكون العقد يعني محدد المدة، وأنه يعني لابد أنه جدد سنويا، لابد تكون هناك ضوابط لهذه المسألة، بمعنى مكافأة نهاية الخدمة تكون موجودة بحيث أنها فعلا تحد من التخوف مثلا. طيب دكتور محمد خلك معي، الأستاذ داود يبدو أنه يختلف معك في وجهة، بس عندنا فاصل يا شباب. طيب خلونا نروح فاصل وناخذ تعليق الأستاذ داود بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. لازلنا نتحدث عن موضوع المادة 55 اللي هي يبغى لها تعديل فيها فيما يتعلق بقانون العمل في وزارة العمل، واللي هي يعني في الفكرة الأساسية أنه تعطي صاحب العمل الفصل وتنهي موضوع العقد الدائم. هذا الموضوع أثار يعني غضب الكثير واحتجاج عدد، وفي ناس رأوا أنه مهم جدا وكان لازم يصير من زمان. قبل أن نكمل النقاش نشوف هذه الإحصائيات السريعة نتابع.
في عام 2012 بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو 918 ألف موظف، وبلغ عدد النساء السعوديات في القطاع الخاص 215 ألف موظفة. يصل عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1 مليون مواطن ومواطنة. وتراجعت أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص بين عامي 2011 و2012 بنسبة 10%، كما بيّنت دراسات سابقة إلى وجود موظف سعودي واحد في القطاع الخاص مقابل 13 عاملاً أجنبياً. طيب، كنت بترد على الدكتور محمد. طبعاً الدكتور محمد يعني كلامه جداً جميل، ولكن هو أثار نقطة أن الكفاءات راح تبقى. هو ينظر بمنظار صحيح، لكنه على الشركات الكبيرة اللي البنوك، شركات المساهمة بشكل عام، شركات الاتصالات. لكن شركات الواقعة في المنشآت المتوسطة، المنشآت الصغيرة، الكفاءات في الغالب تكلفتها عالية، فأنا راح أستقطب هذه الكفاءة ثم أخلق أحد يتدرب معه ثم بعدين أمشيه، فبالتالي راح يقل مستوى أو نسبة الكفاءات، راح يقل نسبة الناس اللي أنا أقعد أدربهم. يعني بدل أني أجلس أدرب شخص سنتين ثلاث أربع خمس عشر، بعدها بيمشي من عندي أو أنا بمشيه، هو ما راح يحس بالولاء الوظيفي. ونعرف أنه في علم الإدارة إن من أهم الأشياء اللي تجعل الموظف ينتج وجود الولاء الوظيفي. إذا ما عندي أنا ولاء، إذا الموظف ما عنده ولاء وظيفي للمنظمة اللي هو يشتغل فيها، فمهما أعطيته من حوافز راح تكون جدا جدا ضعيفة. ولذلك نرى أن كثير من الشباب عندنا يتوظف في القطاع الخاص، فلما تحصل له وظيفة في القطاع الحكومي يتجه لها مباشرة، حتى وإن كان المرتب أقل، بل أحيانا يصل إلى النصف، نصف المرتب، لكن يقول الحمد لله هناك استقرار، أنا راح أدي وبالتالي راح أخذ مقابل، وبالتالي ما راح يجون إلا إذا أنا عملت أشياء كثيرة. النظام السابق أيضا ما جعل الموضوع يعني صاحب العمل ما يستطيع أنه يفصل الموظف نهائيا، لا، حتى النظام السابق لكنه محدد، مثلا الغياب 20 يوم في السنة هذا إهمال، وبالتالي يحق لصاحب العمل حتى لو بعد 3 سنوات يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات هذا الموظف لأنه تغيب بدون عذر. أيضا لو ارتكب ما يخل بالشرف، ما يخل بالأمانة، سرق، اختلس، أي أشياء كثيرة، فالعملية في الأول ما هي موضوعة أيضا مطلقة، يعني فيه حالات يستطيع من خلالها صاحب العمل أنه يفصل هذا الموظف. لكن إذا قسنا فقط هذا النظام أو فصلناه على الشركات الكبيرة، نعم الشركات الكبيرة تكرم المجتهد وتعطيه الحوافز لأن يبدع أكثر، لكن أنا كلامي على المنشآت المتوسطة والصغيرة. ولذلك لو وزارة العمل رأت اللجان اللي عندها وطلبت منهم إحصائية، سواء اللجان الابتدائية الخلافات العمالية أو اللجان العليا، ستجد أن مجمل الخلافات هي فصل تعسفي حتى بعد مرور 3 سنوات وأثناء 3 سنوات، فما بالك إذا أعطيناهم سنوات. طيب دكتور محمد، أيضا في آراء أخرى في الصحافة السعودية من كتاب اقتصاديين تحدثوا عن أنه مشاكل السعوديين في القطاع الخاص ليست يعني ساعات العمل فقط ولا إجازة يومين، ولا الفكرة تبدأ بموضوع الأمان الوظيفي، فيرون أنه هذا راح ينفر كما ذكرنا في البداية. في نفس الوقت النقطة اللي قالها الفصل التعسفي وبطل الإجراءات في وزارة العمل، يعني في ناس مع وجود القانون اللي يحمي الموظف السعودي، في ناس يعني تفصل وتتجبر وتخطي في حق الموظف، وفي بعض الحالات يكون في ظلم للموظف. ما تشوف أنه هذا الموضوع يعني جدير كمان بالنقاش عندكم في المجلس؟ إلا أكيد الـ أنا مثل ما قلت فعلا أنا أكد على النقطة هذه، الأمن الوظيفي من أهم القضايا التي يجب أن تكون أن تناقش وأن تكون مجار البحث، ليس فقط للنواحي الإنسانية للموظف، ولكن أيضا حتى لنواحي إنتاجية. يعني القضية أنا شخصيا أعتقد بأن والدراسات والأبحاث توجهاتها بهذا الشكل والتجارب العالمية بأن الأمن الوظيفي والرضا الوظيفي هو مطلب يعني إنساني بحد ذاته، ولكنه أيضا مطلب لزيادة الإنتاج. يعني زيادة إنتاجية الموظف لا تأتي من خلال الحوافز المادية،
ولكن ايضا من خلال حوافز معنويه من ضمنها ان الموظف يحس انه امن في وظيفته وراح يترقى في عمله. ولكن هذه القضيه لابد انه ينظر لها من المنظار انه والله يعني ما يصبح الامن الوظيفي يعني يؤثر على الانتاجيه بحيث ان الموظف ايا كان في القطاع العام في القطاع الخاص يشعر بمزيد من الاطمئنان انه لن فعلا تكون هناك محاسبه، لن يكون هناك فعلا إعادة تقييم لوظيفته لإنتاجيته. فيعني مجمل هذه النقاشات فعلا تدور، وأنا فعلا سعيد أني أسمع الأطروحات اللي عرضها الأستاذ داود فعلا، وهي فعلا جديرة بالاهتمام وسمعناها فعلا وتأخذ مثل هذه النقاشات فعلا في الاعتبار عند فعلا إعادة صياغة هذه المواد والمواد الأخرى. وحنا في المجلس وفي اللجنة فعلا يعني مفتحين ان نسمع فعلا هذه الاراء وهذه التوجهات، وفعلا احنا لنا الان اكثر من يعني عدد من الاشهر فعلا وحنا نستمع وتصلنا فعلا هذه الملاحظات سواء من الغرف التجارية من اللجان العمالية من المكاتبات مباشرة المجلس من الاعضاء في المجلس اللي لهم يعني علاقة مباشرة في سواء بالقضاء يعني كارباب عمل او كيعني حقوقيين. فأنا شخصيا مطمئن إن شاء الله أنه ما تخرج هذه المادة إلا فعلا في الثوب المناسب أو بالشكل المناسب الذي فعلا تؤدي الهدف الأساسي وتخدم في الوصول للهدف الأساسي من هذه التعديلات على نظام العمل بشكل عام، وفعلا إيجاد بيئة عمل مناسبة جاذبة للشاب السعودي حتى نزيد من توظيفه. وبالمناسبة أخوي علي أود أن أشير أنه فعلا كان قبل يعني شهرين او تقريبا شهرين كان اقر المجلس نظام التامين ضد التعطل عن العمل، فهذا ايضا سوف يساهم فعلا في يعني ايجاد هذه بيئه العمل اللي تحدث عنها، ويساهم فعلا في مكافحه البطاله، وايضا سوف يخدم هذه الانظمه وهذه التعديلات سوف تخدم فعلا المستجدات اللي صايره في سوق العمل سواء اقرار الخطه الاستراتيجيه السعوديه للتوظيف أو ما يتعلق بالقرارات الأوامر السامية المتعلقة ببرنامج حافز وغيرها والمبادرات اللي نشوفها من وزارة العمل أو القرارات الوزارية المتعلقة الأخرى أو عمل المرأة، كل هذه فعلا متغيرات ومتطلبات في بيئة العمل تحتاج أن فعلا توجد هذه التشريعات التي تتناسب مع هذه المتغيرات وتخدم فعلا بيئة العمل السعودي وتجعلها فعلا منافس وبيئة عمل جاذبة للشباب السعودي. نعم، أنا أشكرك الحقيقة الدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الموارد البشرية في المجلس، ونتمنى إن شاء الله أنه القرار يكون مفيد يعني بس ما يكون ظالم إن شاء الله. الشباب عندك تعليق أخير قبل أن ننهي؟ أضف على ذلك من ضمن السلبيات أنه بيكون الشركات لن تقدم على تدريب وتأهيل هذول الشباب. ليش؟ لأنه بيقول أنا عندي الآن برسلة الدورة 6 شهور، برسلة الدبلوم سنة، الشاب ما راح يجلس عندي، ممكن يجي عرض آخر، ممكن كذا، فبالتالي أنا بأخذ لي شاب جاهز مدرب ويشتغل معي، بعد ما ينتهي المشروع أو ما ينتهي المدة هذه أقول له مع السلامة وانتهى الموضوع. طيب، وطبعا هذا يعتمد على الشركات، في شركات تستثمر في موظفينها ويصل الاستثمار إلى إعطائهم يعني غير موضوع البدلات، غير موضوع الشعور بأنه شريك معه، يعني في حوافز. يعني خذ على سبيل المثال شركة يعني جوجل الآن عام 2009 وضعت جائزة مقدار $1,000,000 لمن؟ للي يجيب فكرة تجبر الموظفين أنه إذا انتهى الدوام يروحوا لبيوتهم. شوف من الرضا الوظيفي عند شركة جوجل الموظفين ينتهي الدوام ما يبغون يطلعون من الشركة، فحطوا جائزة مقدار $1,000,000 لمن يؤتي بفكرة إذا طبقت تجعل الموظفين إذا انتهى الدوام يطلعون لبيوتهم. عندي بس باقي معي على الهاتف الأستاذ ياسر المعارك الكاتب صحيفة الجزيرة. أستاذ ياسر أهلا وسهلا فيك، عندك دقيقة ونص ترى. أول شيء بسلم عليكم وعودة حميدة البرنامج. الله يسلمك. بالنسبة للمادة 55 للأسف ليش شركات سابق والخطوط السعودية وتشغيل الذاتي في وزارة الصحة ما اشتكت يوم الأيام من كفاءة العامل السعودي؟ طبعا السؤال الجواب واضح، هي بيئة العمل مختلفة تماما. القطاع الخاص يبغى يستعبد العامل السعودي، يبغى يشتغل فوق 8 ساعات، يبغى يشتغل يوم سكرتير يوم سواق يوم أمين مستودع، يبغى يشتغل كل الشغلات في وقت واحد. البيئة في القطاع الخاص بيئة محبطة. لكن سؤالي
ماذا لو كان مثلا نقول علي الرياني موظف الخطوط السعودية بعد 10 سنوات وصل راتب 20,000 وقالوا لك مع السلامة، وين بتروح؟ ايش الخبرة اللي عندك عشان تلاقي وظيفة بديلة؟ الامر الثاني، فصل السعودي بلا مبرر نظامي معناته اهانة. انا كصاحب شركة لن اقبل اني اوظف واحد فصل من عمله مرة ولا مرتين، يعني لانها مجحفة الا باسباب يعني منطقية، والمفترض القانون كلها فصل، ما تترك الامور يعني الحبل على الغارب بهذا الشكل. الامر الاخر، السؤال يعني الماده 55 بلا تعديل هي 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 تكفل حق الطرفين، فبدون تعديل تستطيع انك تنهي عقد السعودي خلال اول 3 سنوات، وهذه فرصه كافيه ووافيه انك تختبر فيها كفاءه هذا الموظف. ما بعد 3 سنوات ايضا هناك مصوغات نظاميه تستطيع انك تستغني عنها. اما انك تقول والله الموظف السعودي 55 حسب النظام الجديد يكون عقده ويجدد سنويا، فانا اجزم لك بشكل كامل انه هذا ليس علاج القطاع الخاص. هذا سيسبب مشاكل، سيسبب فصل، وانا لو انا عندي شركه لن اوظف اي موظف مفصول، لانه معناته لو في خير ما رماها الطير. شكرا لكم. شكرا لك اخو ياسر على المشاركه. ياسر المعارك كان معنا ايضا هاتفيا. شكرا لك داود المقرن، شكرا للدكتور محمد الناجي، ألقاكم غدا. شكرا دائما لكل من يخصص من وقته لمتابعتنا في أهلا في أمان الله.